بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. بيأتي ذكر داود وسليمان عليهما السلام بعدما ذكرنا في الآيات السابقة الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وكذلك عن لوط عليه السلام، وأيضا الكلام عن نوح عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى استجاب لدعائهم. أيضا في هذه القصة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فكان هناك تحاكم لصاحب حرث نفشت فيه غنم القوم، وبالتالي أهلكت ذلك الحرث، فحكم فيها داود عليه السلام أن هذه الغنم بتملك لصاحب ذلك الحرث، لأنه صاحب الغنم فرط في حبسها حتى دخلت على هذا الحرث فأهلكت هذا الحرث. ولكن سليمان عليه السلام حكم أنه الغنم تعطى لصاحب الحرث، ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح هذا الحرث، فإن أصلحوا ذلك الحرث ردت هذه الغنم عليه. فكان ذلك الحكم حكم سليمان هو الموافق للصواب. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفش فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزق سليمان فهما، رزق سليمان فهما في هذه القضية، فكان قوله هو الموافق للصواب. وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا أتينا حكما وعلما. فالعالم من الممكن أن يخطئ في مسألة من المسائل أو يجتهد بقوله، وإن اجتهد وبذل الجهد في ذلك الاجتهاد حتى لو أخطأ كان له ثوابا، ولكن لا بد من عودة الحكم إلى الصواب. والحق يعني واحد غير متعدد، فلذلك كما قال ربنا سبحانه: ففهمناها سليمان، يبقى هذا رزق ربنا سبحانه وتعالى يعطي للإنسان، أن يعطى ذلك الإنسان الفهم في الدين أو الفهم في القضية أو المسألة. من الممكن الإنسان يبقى عالم بالحكم، ولكن كيفية إنزال الحكم على الواقعة، يبقى كيفية إنزال الحكم على الواقع، يبقى الفتوى والحكم، هناك فرق بين الفتوى والحكم. والفتوى معناه إنزال الحكم على الواقع، وبالتالي بقى فيه تداعيات أخرى لابد من فهمها عند الفقيه أو عند من يحكم في هذه القضية. فهذا كان اجتهاد داود عليه السلام، ولكن كان الصواب هو ما وافق فيه سليمان عليه السلام. يبقى داود عليه السلام حكم أن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط صاحب الغنم، فكانت هذه العقوبة. لكن سليمان عليه السلام حكم أن الغنم تدفع لصاحب الحرث، ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح ذلك الحرث، فإن أصلحوا ذلك الحرث ردت عليهم هذه الغنم. ولذلك قال ربنا سبحانه: ففهمناها سليمان، فكان قول سليمان موافق للصواب. وكلا آتينا حكما
وعلما. يبقى العالم من الممكن أن يخطئ في مسألة من المسائل، يبقى بيجتهد في مسألة ولكن قد لا يوافق الصواب، قد لا يوافق الصواب، فإن وصلنا إلى الصواب يبقى يرد ذلك الأمر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خص داود عليه السلام، وكما ذكر الله عز وجل عن داود في سورة الإسراء أنه كان عبدا شكورا، يبقى كان عبدا شكورا. فهذا داود عليه السلام سخر الله عز وجل معه الجبال والطير، الجميع يسبح لله تبارك وتعالى، الجميع يسبح لله تبارك وتعالى. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم أيضا داود هذه الصنعة، وكيف أنه قد ألان له الحديد، قد ألان يشكل هذا الحديد يعني حيث يشاء. لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يبقى هذه الدروع، يبقى الدروع طبعا وقاية الإنسان عند الحروب، فهذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، فهل أنتم شاكرون؟ يبقى هذه نعمة، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة أنه قد علم داود عليه السلام صناعة هذه الدروع، وهي طبعا لا شك أنها نافعة في وقاية الإنسان عند الحروب من الهلاك، حتى تلقى ضربات العدو عليها حتى لا تنزل الضربات فيهلك بها الإنسان، هذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، فهل أنتم شاكرون؟ يبقى في توجيه العباد أن يقوموا بشكر رب سبحانه وتعالى على نعمائه، والأصل كده أن تستعمل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما تقرب العبد إلى طاعة الله عز وجل وإلى رضوانه. يبقى النعمة لا تستعمل في المعصية، ولكن شكر النعمة هو أن نستعمل هذه النعمة فيما يقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. وذكرنا قبل ذلك المنهج في التعامل مع النعم، المطلوب أننا أقف على النعم وأتذكر هذه النعم، وكذلك أيضا أستعمل هذه النعم فيما يقربني يا ربي سبحانه وتعالى، أستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. ممكن حضرتك تسكت ولا بس؟ فأستعمل النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، لا تستعمل في معصية الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده بينطبق على كل نعمة، وأن العبد لابد أن يكون متذكرا دوما لنعم رب سبحانه وتعالى، العبد لابد أن يكون متذكرا لنعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل نعمة تستوجب على العبد شكرا، وأن العبد يقوم في مقام الشاكر لله تبارك وتعالى على نعمته. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يبقى سليمان ربنا سبحانه وتعالى يعني سخر له الريح، فكان ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة، وسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يبقى هذا أيضا مما منح الله عز وجل سليمان عليه السلام، يبقى فهموا المسألة ووافق الصواب، أيضا ربنا سبحانه وتعالى سخر له الريح فكان ينتقل من مكان إلى مكان، وكانت الريح مسخرة بأمره. كل ذلك طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصل له هذا الأمر. وسليمان الريح عاصفة، يبقى كانت بتمر سريعة تجري بأمره، يبقى كان يأمرها فكانت الريح بتمتثل لأمر سليمان عليه السلام، طبعا ده كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى، تجري بأمره هي الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أيضا ربنا سبحانه وتعالى سخر له الشياطين، وأيضا كان يسخرها في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غير الجن، فكان أيضا هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى ومن عطايا الرب سبحانه وتعالى لسليمان. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ربنا سبحانه وتعالى سخر الشياطين لسليمان عليه السلام، وكانت تعمل له الأعمال التي لا يقدر عليها
إلا الشياطين. هذا كان أيضا من عطايا الرب سبحانه وتعالى لسليمان. ثم بتنتقل الآيات لكي تتكلم عن أيوب عليه السلام وكيف أن الله تعالى استجاب لدعائه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى حنجد أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى العبد مطلوب منه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة. ولما بيوفق العبد للدعاء يعني هذا من منن الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، أن العبد يكثر من الدعاء. وإحنا لما بنيجي ننظر كده إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أنها يعني شاملة وأيضا أنها كثيرة. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعبد رب سبحانه وتعالى بهذه العبادة ألا وهي الدعاء. الدعاء فيها طبعا فيها بيان أو إعلان العبد العجز وضعفه وحاجات شديدة رب سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى للعبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. وكذلك أيضا فيها إظهار للعبودية لله عز وجل. يبقى أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى بأنه سميع وبأنه عليم وأنه قدير سبحانه وتعالى. طبعا مر علينا يعني إبراهيم عليه السلام بعدما قام بامتثال أمر ربي سبحانه وتعالى يتوجه هو وولده إسماعيل عليه السلام إلى ربي سبحانه وتعالى، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. يبقى يسمع ما ندعو به، هو عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. وكذلك أيضا يبقى فيها إعلان العبد العجزي وأنه لا غنى له عن ربي طرفة عين، وإظهار العبودية. يبقى الدعاء فيه إظهار للعبودية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء والعبادة كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء يبقى هذه عبادة الأولياء والأتقياء. ومعلوم أن عيسى عليه السلام في نهاية الزمان لما حينزل في نهاية الزمان كحاكم العدل يحكم بهذه الشريعة حيقتل الدجال، ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. وأن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه لا يدل أحد لقتالهم، فيش قوة أبدا تستطيع أن تواجه يأجوج ومأجوج من كثرتهم. وحرز عباده إلى جبل الطور، وعيسى عليه السلام بعد ذلك يرغب إلى ربه، هو وأصحابه يرغبون إلى الله عز وجل يدعون ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يستجيب لدعائهم فيرسل النغف ديدان كده تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. وكذلك جثث أيضا يأجوج ومأجوج تكون مطروحة على الأرض من كثرتها ولا يقوى القوم على إزالتها أو على رفعها، فعند ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى فيرسل طيرا أعناقها كأعناق البخت، زي أعناقها كده كأعناق الإبل الجمال، فعلى ذلك تأخذ هذه الجثث ثم تقوم بطرحها حيث يشاء الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى الدعاء، قضى على يأجوج ومأجوج، وبالدعاء أيضا رفعت هذه الأجساد يعني من على الأرض، فهذا بالدعاء. وطبعا مش معنى الدعاء هو أن يقصر العباد في الأخذ بالأسباب، المطلوب أن احنا نأخذ بالأسباب المشروعة ونكلل ذلك بالدعاء حتى لا يلتفت القلب ولا يركن إلى هذه الأسباب، ولكن ركون القلب لابد أن يكون إلى الله تبارك وتعالى، الوجهة لابد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. لا يركن ولا يعتمد الإنسان على الأسباب رغم أنه يتعبد ربه بأخذ بالأسباب، لكن القلب له عبادة أخرى لا يلتفت إلى تلك الأسباب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى معلوم أن أيوب عليه السلام أصيب بذلك الابتلاء الشديد فكان صابرا، إن وجدناه صابرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف أيوب عليه السلام بأنه كان صابرا محتسبا، لكن هذا لا يمنع من دعاء العبد الرب سبحانه وتعالى وتضرع العبد الرب سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الكرب أو يزيل عنه الضيق والشدة أو المحنة التي تمر بالإنسان. يبقى ده ابتلاء، يبقى أنا حنظر الرضا، يعني الرضا
ولكن مش معنى كده ان احنا ننظر الاستكانة ونمكث جنب او الى جوار ذلك البلاء، لكن عندنا الدعاء. يبقى الابتلاء ده يبقى كان من منح هذا الابتلاء ان العبد بيلجأ الى ربي سبحانه وتعالى متضرعا ربي سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا يوم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى البلاء ده بيدخل الإنسان في هذه العبادة. في غالب الأحوال حتجد الإنسان ممكن يغفل عن عبادة الدعاء، لكن لما بيمر به بلاء أو بيمر به شدة أو كرب أو ضيق، فحنجد العبد بيلجأ رب سبحانه وتعالى. ما أدخل هذا العبد لهذه العبادة إلا وجود هذه الشدة، فهذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، منحة رغم أنها محنة لكنها منحة. نرى هذه المحنة في لجوء الإنسان تضرع الإنسان رب سبحانه وتعالى. يبقى لماذا بقدر عز وجل علينا ابتلاء؟ يبقى ده قدر رب، نصبر ونحتسب ونظر رضا عن رب سبحانه وتعالى، وكذلك نلجأ الله عز وجل أن يرفع عنا ذلك البلاء. يبقى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا يتضرعوا. يبقى مع الشدة مع الابتلاء يبقى العبد بيكثر من الدعاء واللجوء إلى رب سبحانه وتعالى. يعني وإذا مثل إنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يبقى ده حاله أساسا. حتجد أن الشدة أو الابتلاء هو الذي أدخل العبد إلى هذا الأمر. فهي إن كانت في صورة محنة لكن حنجد في طياتها المنع والرحمات. أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى صابر مضر الرضا عن رب سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتد به الكرب، لكن هذا لا يمنع من لجوء العبد ربي ودعاء العبد ربي سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ذلك الكرب. وأنت أرحم الراحمين، والتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: ما بما تدعو في ليلة القدر، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. التوسل الله عز وجل بأسماء وصفات، دايما نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات. ولذلك الملائكة يعني كيف يكون دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. فلذلك أيوب عليه السلام: وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل لدعائه، فكشفنا ما به من ضر. في لحظة كده الله عز وجل نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى وذكرى للعابدين. يبقى عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر على ما أصيبوا به من ابتلاء أو من نوازل، وأن العبد لابد أن يظهر الرضا عن رب سبحانه وتعالى مهما اشتد به البلاء أو الكرب. يبقى الرضا عند رب، رضيت بالله ربا، يبقى أنا أرضى وأظهر هذا الرضا حتى لو كان مر ذلك القضاء، حتى مع مر هذا القضاء. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يبقى العبد بيتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى بإحسانه، وإن العبد يسعى أن يكون من المحسنين لكي ينال هذه الرحمة من رب سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى أنا بسعى للصلاح، وبيها أيضا أنك أنت بتدخل في رحمات الرب سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته. يبقى هذه لما العبد يوفق إلى طاعة الله عز وجل، هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالعبد. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون أي يونس عليه السلام، صاحب النون وصاحب الحوت، وأن الحوت قد التقم يونس عليه السلام، وأن يونس عليه السلام يعني ذهب مغاضبا. يبقى لما القوم لم يؤمنوا بدعوته
ذهب مغاضبا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى ده كان حال يونس عليه السلام، هذا حال يونس عليه السلام. ومعلوم أن يونس عليه السلام كان هذا الأمر لما ركب في السفينة مع أناس واقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا من الغرق، يبقى انبقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس عليه السلام والتقمه الحوت، ونادى في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يبقى كان في غم وفي كرب شديد، وربنا سبحانه وتعالى كيف نجاه؟ يبقى لما دعا ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كشف ما به من غمة ومن كرب ونجاه ربنا سبحانه وتعالى من ذلك. وكذلك ننجي المؤمنين، بهذا الأمر ليس بخاص بيونس عليه السلام ولكن بكل إنسان مؤمن. لذلك كما قالوا، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان بيصاب بكرب أو بضائقة يبقى بيدعو بذلك الدعاء، كل توحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى فين الدعاء؟ أنا لم أقل في دعاء اللهم أزل عني ذلك الكرب، ولكن كل توحيد لله عز وجل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى هذا ودعاء الكرب كما سماه وصفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يكشف كرب ذلك الإنسان إن لجأ إلى رب سبحانه وتعالى وتوسل رب سبحانه وتعالى وأعلن هذه الكلمة، كلمة التوحيد. هذا يونس عليه السلام، فنادى في تلك الظلمات هو في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى اعترف بظلم نفسه وبجنايته، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لولا هذا التسبيح. يعني انظر، التسبيح هو الذي كتب من خلال النجاة ليونس عليه السلام، واعتراف العبد بذنبه وبتقصيره، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعاء من دعاه، وربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه الغمة عن من دعاه، فكشف الله عز وجل عنه هذه الغمة. وكذلك ننجي المؤمنين، يبقى الكلام ده مش هيقتصر على يونس عليه السلام، ولكن أيضا هذا الكلام على لكل مؤمن، يعني هذا كلام لكل مؤمن. فالإنسان يبقى في مهما اشتد به الكرب، مهما اشتد به الكرب يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى، ويكثر من التضرع والدعاء، ويكثر من اعترافه بالذنب والتقصير، وربنا سبحانه وتعالى يقبل دعاء من دعاه، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بإزالة هذه الغمة وهذه الابتلاءات عن الإنسان. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا أذكر قصة زكريا عليه السلام، وكما مر علينا يعني الكلام عن زكريا عليه السلام هذه في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وكيف أن زكريا يعني نادى ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه ذلك الولد، رغم أن زكريا وهن منه العظم واشتد يعني كبر في السن ووصل من الكبر عتيا، وكانت امرأة عاقر، أن كل سبب لو انفرد يبقى ده مانع من الإنجاب، كل سبب يبقى انفرد كان مانع من الإنجاب، يبقى وهن العظم منه اشتعل رأسه شيبا، ولكن كما قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني السعادة مع الدعاء لا شقاء أبدا مع الدعاء. وبالتالي مهما تخلفت الأسباب لكن أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى الذي يعني إن دعاه العبد أجابه، وأن ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وبالتالي دي أسباب، يبقى هذه أسباب في حقنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قلنا كل سبب لو انفرد يبقى مانع من الزواج،
يبقى وهن العظم منه شعر الرأس شيبا، وكذلك وصل من الكبر عتيا، وامرأته كانت عاقرا ومع ذلك لم ييأس من دعاء الرب سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب لم تقف حائلا بين زكريا وبين دعاء ربي سبحانه وتعالى. ويقين الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذكرنا أن زكريا عليه السلام طلب الولد يبقى كان يعني مخافة أن تنقطع الدعوة من بعد موته، مخافة أن تنقطع الدعوة من بعد موته، يبقى طلب الولد يبقى ليس من أجل أن هو يستمتع بذلك الولد في الدنيا، ولكن من أجل أن تستمر الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يبقى كانت امرأة عاقر فربنا سبحانه وتعالى أصلح هذه المرأة. يبقى إن كان الطب يعني يستحيل في حقه أن يعالج هذا العقم عند هذه المرأة، لكن يبقى هذا الكلام يبقى ده بالنسبة للطب، يعني هذا بالنسبة للإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وده يدفع الإنسان أن يكثر من التضرع والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، وأن العبد لابد أن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء من دعاه، وأن هذا المستحيل في حق الإنسان هذا ليس بمستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، هذا محال في حق البشرية، لكن هذا ليس بمحال في حق الرب سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. فاستجبنا له وأدنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى في مقدمات مطلوب من العبد أن يقدم هذه المقدمات. إنسان لما يدعو ربه سبحانه وتعالى فأحرى في الإجابة أن الإنسان يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، تدعوش رب سبحانه وتعالى وأنت في تقصير وأنت على معصية، لكن نقلع عن المعصية وكذلك نجبر هذا النقصان في الطاعات ونجتهد في مسألة الطاعات، وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعاء من دعا. لكن دي كلها مقدمات، يبقى أنا بنأخذ بالأسباب التي من خلالها يقبل هذا الدعاء، يبقى إخلاص الدعاء لله، وده بيتطلب أن احنا نبتعد تماما عن المعصية وكذلك ألا نقصر في طاعة الله. كل ده أخذ بالأسباب. فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، يبقى الجزاء من جنس العمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحيثيات التي استجاب من خلالها لزكريا. طبعا ده فيها توجيه وإرشاد الأمة، انك انت لما تدعو الرب سبحانه وتعالى ما هو الكافر لو اخلص في الدعاء استجاب الله عز وجل له، كما مر علينا في سوره يونس. يبقى لما تلاعبت الامواج بهذه السفينه دعوا الله لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، يبقى دعوا الله مخلصين له الدين ان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم يبقى رب سبحانه استجاب لدعاء هؤلاء ذو الكفره، ولكن لما اخلصوا في الدعاء لله استجاب الله عز وجل لهم. لكن اولى بالمؤمن ان هو يعني لا يقصر في طاعه الله ولا يرتكب معصيه ثم يدعو، الاولى له ان هو يقلع عن المعاصي وكذلك يصحح المسار ويجتهد في الطاعات ثم يدعو الرب سبحانه وتعالى فعلى ذلك الله عز وجل كما يبين لنا وكما يكون التوجيه والارشاد انه استجاب الله عز وجل دعاء زكريا واصلح له زوجه واعطاه ذلك الولد انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبقى كانوا يفعلون الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى أثنى الله عز وجل عليهم وبين ربنا سبحانه وتعالى أنه استجاب لدعاء هؤلاء وكان من حالهم وكان من حال هؤلاء أنهم يعني خشعوا ربهم سبحانه وتعالى وكانوا أيضا تقربون بكل طاعة وقربة إلى ربهم سبحانه وتعالى وكانوا أيضا لا يكفون عن دعاء الرب سبحانه وتعالى. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أيضا الكلام عن مريم عليه السلام، وكما يعني بينا في سورة مريم يبقى قصة ميلاد عيسى عليه السلام. والتي أحصنت فرجها يبقى ما كانش عندها زوج، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لها الولد فكان عيسى عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل إليها جبريل عليه السلام وجعلنا وابنها آية للعالمين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه حبلت بلا زوج
ولم تكن بغية، وكذلك هذا عيسى عليه السلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعله يتكلم في المهد وأتاه أيضا يعني العلم والحكمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. احنا ذكرنا أن دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. لذلك المجتمع الإسلامي تقوم في العبودية لله تبارك وتعالى، يقوم على العبودية لله تبارك وتعالى. ودعوة الأنبياء دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما مرت علينا الآيات: ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى الاجتماع دائما بيكون على التوحيد، وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الاختلاف يبقى والفرقة كيف بتتم؟ يبقى الأصل كده أن احنا بنجتمع على الكتاب والسنة، بنجتمع على المنهج الواحد، ولكن حنجد أن يعني حيكون أصحاب بدع وأهواء وبالتالي يتفرقون عن ذلك المنهج. وإلا دعوة الأنبياء دعوة واحدة كلها دعوة إلى توحيد الله عز وجل. لو اتففنا حول هذه الراية لاجتمعت واتلفت هذه القلوب، واتلفت هذه القوة، وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب هو المزيد من الأعمال الصالحة، ولا ننطلق إلى العمل الصالح إلا من خلال هذه الركيزة الإيمانية التي لابد أن تغرس في القلوب، لأنه لا محرك الإنسان للطاعات إلا من خلال هذا الغرس الذي يغرس في قلب الإنسان، ألا هو الغرس الإيماني. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، دائما كده يعني حنجد هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، وأن انطلاق الإنسان للعمل الصالح لابد أن يكون من هذه الركيزة الإيمانية. أول أمر أنا بفعله أن أنا أطمئن إلى إصلاح العقيدة، أول أمر أن أنا أفعله لازم أطمئن إلى إصلاح العقيدة، لأن قبول الأعمال متوقف على صحة الإيمان. يبقى ممكن الإنسان يأتي بكثير من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن يعني هذا الإنسان يعني من الممكن أن يكون أتى بكلمة الكفر، يبقى هذه الأعمال لا قيمة لها ولا وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن قبول الأعمال الصالحة متوقف على صحة الإيمان. عشان كده لما كما نقول كده ان الصلاة متوقفة على صحة الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، فلذلك أسبغ الوضوء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، لأن فيه هناك عبادة متوقفة على صحة الوضوء، فإن صح الوضوء حتى صح الصلاة، يبقى إن أتى بأركانها. ولكن ممكن يأتي بأركان الصلاة لكن الوضوء لم يصح، فعلى ذلك لا عبرة ولا قيمة لذلك العمل. لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى ده كلام صريح أهو، لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى لو كان وضوء غير صحيح، يبقى لو أتى وصلى الصلاة صحيحة كده يبقى يستوفى الشروط والأركان، ولكنه غير ذلك الشرط لم يستوفى ذلك الشرط، فعلى ذلك يبقى صلاته مردودة، يبقى صلاته مردودة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى مع أنه هو في ظني وفي حسباني أنه صلى أدى صلاة، لكن لما ترك ركن من الأركان هو كان يجهل هذا الأمر، كان يجهله. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك لا صلاة لمن لا وضوء له، كذلك أيضا قبول الأعمال الصالحة متوقف على صحة الإيمان. يبقى هو أساسا يصلي الصلاة يعني بتمامها وكمالها، يقوم أيضا في الصوم يحافظ على صومه، ولكن من الممكن أن يكون أتى بكلمة الكفر، أتى بكلمة الكفر، فإحنا ننتبه. يبقى الأعمال أعمال صالحة ده أمر مطلوب، ولكن لابد أن ده يتوقف قبول الأعمال الصالحة على صحة الإيمان. وكما إحنا يعني مر علينا في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك محبط الأعمال: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وده أمر يعني افتراض محال أن يقع هذا الشرك من النبي، لكن على فرض لو وقع وده أمر محال مستبعد، لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى العمل ده كله مردود، هذا عمل مردود، فإحنا احذر من ذلك. ولذلك لابد أن أنا أهتم بغرس قواعد الإيمان، لازم أعرف مسائل الإيمان وأقوم بغرسها، وكذلك أصون هذا الإيمان عن أي عامل معول الهدم، ألا وهي الشرك أو نواقض هذا الإيمان. يبقى نبعد نواقض الإيمان، يبقى لأن دي حينقض بها الإيمان، فلابد من ابتعاد عنها، كما ينقض الوضوء لو أتينا بناقض من نواقض الوضوء، فكذلك احذر أن تأتي بناقض من نواقض الإيمان. يبقى المطلوب أن أنا أغرس الغرس الإيماني ده هو في القلب، وأحافظ وأصون هذا البناء الإيماني من الهدم أو التصدع، يبقى لا أتي بناقض من نواقض هذا الإيمان، وانطلق بعد ذلك إلى الأعمال الصالحة. يبقى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هنجد الآيات كثيرة جدا بتتكلم عن هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح ده هو تفعيل الإيمان، يبقى أنا أفعل هذا الإيمان. إحنا كما رأينا يبقى لما نسمى أنا بنؤمن بالآخرة وبنؤمن أن إحنا سنبعث من بعد الموت وأنني سأقف لدى الله سبحانه وتعالى وأجازى وحاسب على ما قدمت من أعمال، لو كانت التصور ده مغروس فعلا في القلب حنجد يعني مظهر هذا هذه المسألة على ظاهر الإنسان، كما إحنا بنؤكد دايما هذه في صورة الإنسان. ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إيه اللي بيخليهم يدفعهم للعمل ده؟ يعني يخرجون ذلك المال وينفقون ذلك المال، يبقى على الفقراء أو على المحتاجين أو الأرامل المساكين على الأسير. لماذا؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى هذه خوفهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي أخذوا بكل سبب بالأسباب الذي يكتب لهم من خلال النجاة من النار. يبقى إيه اللي خلاه يدفع المال؟ يبقى هذه الإيمان، يبقى ده شيء غرس في القلب، حنرى إحنا مظهره عن طريق السلوكيات. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طب ده الإيمان فين محله؟ القلبه، فليكرم ضيفه، يبقى إكرام الضيف ده أدي عمله، العمل ده اللي أساسا دفعه وحركه إليه، يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كل ده هي مظاهر يعني للإيمان، كل دي أعمال هي، لكن انطلاقي للعمل ده من خلال الإيمان. ولو إحنا قصرنا في العمل يبقى ده دلالة على وجود خلل في هذا البند في الإيمان. عشان كده أنا لابد أن أنا أطمئن إلى غرس معاني الإيمان في القلب. وبرضك إحنا بنؤكد فرق ما بين أن أنا أدرس كتاب من كتب العقيدة وفرق أن أنا أقوم بغرس معاني الإيمان في القلب. ممكن أساسا أنا قرأت كتاب في التجويد، أو قارئ كتاب في التجويد قرأته، وكذلك أيضا كل معلوماته مفهومة، لكن فين التطبيق؟ أين التطبيق؟ فأنا عارف مسائل الإيمان لكن فين التطبيق؟ فلازم إحنا نتعلم التطبيق، لأن التطبيق ده هو المظهر للإيمان. فكذلك أنا يبقى أنا أدي أي كتاب من كتب التجويد لما بنيجي نقرأه قرأناه وحفظناه، ولو تم اختباره وامتحان فيه يبقى ممكن نحصل على الدرجة النهائية. يبقى لكن ده التطبيق، الغرض منه التطبيق، نعرف نطبق ولا لا. فالتطبيق بيأتي عن طريق المشافاة والتلقي، كذلك مسألة الإيمان لابد أن نتعلم الإيمان عن طريق التلقي والمشافاة، وإلا لو أنا تركتك المسألة يبقى أنت لا تستطيع أن تقوم بتطبيقها، لأنه ده كلام نظري، أنا كيف أطبقه؟ كيف أطبقه؟ يبقى أنا لما بديك معادلة كده أنت تطبقها إزاي؟ يبقى لازم أنت في تحضير وأقول لك التطبيق إزاي، وبالتالي يبقى مجموعة من المعادلات كده أنت ممكن تطبقها بعد ذلك، لكن لابد أن احنا الممارسة تكون إزاي نتعلم. احنا ذكرنا قبل ذلك ان مفيش حد اساسا يعني يجهل ذلك ان ربي سبحانه وتعالى سميع، عرفنا الكلام ده وعندنا الايات الداله على ذلك كثيره.
يبقى الآيات المثبتة لهذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن أنا إزاي أترجم ده في واقع حياتي؟ إزاي أستصحب هذا المشهد؟ إزاي يقيم هذا المشهد في قلبي وأستصحب ذلك المشهد؟ يبقى ما فيش ضابط أبدا لكلامي إلا من خلال هذه الرؤية، إن أنا فعلا نقيم هذا المشهد في قلبي ما بنساش. يبقى كأن كده زي ما أنا أعضائي معايا يبقى كذلك أيضا هذه المشاهد معايا، يبقى المشهد ده أنا ما بيغيبش عني، لا يغيب عني ذلك المشهد أن ربي سبحانه وتعالى سميع. يبقى على ذلك سواء كنت منفردا أو بين ناس، سواء كنت حجر بالقول أو ستسر بذلك القول، ربي سبحانه وتعالى سميع. فأنا حريص جدا ما انساش، يبقى لأن لو غفلت ممكن يصدر الإنسان كلام منكر، كلام قبيح، كلام كذب، زور، بهتان، ممكن تصدر منه الغيبة. يبقى كل ده نتيجة أنه غاب عنه هذا المشهد، لكن أنت معك المشهد ده يبقى على ذلك أنا حريص. يبقى ممكن أتكلم هذا بهذا الكلام، فلان ده لو تكلمت معه يصدقني، ولكن هذا كلام ليس بصحيح، فربي سبحانه وتعالى يسمع. وإحنا ذكرنا قبل ذلك يعني كيف نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ده رجل أعمى، رجل أعمى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر التغيير على وجهه وأشح بوجهه عن ابن مكتوم رضي الله عنه، لما أتى يسأل ويلح في السؤال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف مع يعني أحد صناديد قريش أملا في إسلامه وإسلام من وراء ذلك الرجل، ولكن لما جاء ابن مكتوم رجل أعمى لم يرى ذلك المشهد، وبالتالي كان يلح في السؤال، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشح بوجهه، ويبقى ابن مكتوم أعمى لم يرى ذلك الأمر، لكن تنزل آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلا كلا إنها تذكر كلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن أم مكتوم في فعله هو لم يراها، يبقى نزل العتاب في شأن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لم يرى ذلك التغير على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجه عنه، يعني دي محتاجة بصر، هو رجل ليس ببصير. فلكن تنزل آيات ربك سبحانه وتعالى، إن كان الأعمى لا يرى لكن رب الذي أعبده بيرى، إن كان هذا رجل لا يسمع لكن رب الذي أعبده يسمع. فبالتالي أنا حريص جدا على الكلام، حريص جدا على الهمز، على اللمز، لأن إن كان فلان ده لا يرى لكن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده بيرى، رب الذي أعبده بيسمع. فأنا لازم عايزين نتعلم إزاي نطبق. طبعا الكلام ده مش هيجي إلا عن طريق المشافهة، يعني تجي تأتي عن طريق التلقي والمشافهة، وده أصل الدين، يبقى بالتلقي والمشافهة. ممكن الإنسان كده ياخد الكتاب يقرأه، بيقرأ الكتاب ظن هو هيفهم، لكن إحنا مش بنقرأ عشان نفهم فقط، ده عشان نفهم ونطبق. طب كيف نطبق؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام لنا هذه القدوة والأسرة المتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بنقرأ في الكتاب كده وأقيموا الصلاة. طب نقيم الصلاة إزاي؟ يبقى هل أنا أتصور إزاي إقامة الصلاة؟ لا، ارجع بقى كده، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى فيه أفعال، والصحابة نقلت لنا ذلك الأمر، وبالتالي كانوا يقولون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كذا وكذا، يبقى هذه نقلوا الأفعال، نقلوا الأفعال. أدعو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يأتي بالوضوء، يأتي بماء كده ليريهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، جاب الماء وتوضأ وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. يبقى هذه كلامه بالرؤية بنقلهم الفعل اهو. فإحنا إزاي نطبق؟ محتاجين نتعلم إزاي نطبق. يبقى الكلام ده كلام نظري إحنا فاهمينه، يبقى ربي سبحانه وتعالى سميع يسمع ما نتكلم به سواء كان جهارا أو استسرارا، كلنا عارفين كده، لكن إزاي أطبقه؟ قل لي تصور التطبيق. عشان كده دايما بنؤكد إن لازم أنا قبل ما أطبق لازم أنا يكون عندي تصور واضح لكيفية التطبيق، عشان لما أنطلق في التطبيق والتفعيل يبقى من خلال هذا التصور الواضح، هذا التصور الواضح. ولذلك يبقى أنا ربي سميع، يبقى ده ما يعني عشان أتعبد ربي سبحانه وتعالى كيف أكون هذا التصور؟ يبقى لازم التصور واضح إحنا نطبق من خلاله. عشان كده إحنا بنحتاج إن إحنا يعني نتعلم
الإيمان ونتعلم أيضا كيف نمارس هذا الإيمان. الكلام ده لما بنتعلمه هنجد ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اي معلومه هترد يعني الى مسامعنا او الى يعني تضاف الى المعرفه فهنجد ان احنا هنفع يعني كيف نطبق ونفعل ذلك الامر يعني نطبق غير الدراسه النظريه. دي دراسه نظريه بتعلمني وانا بتثقف بذلك، لكن انا المفروض ازاي اطبق، كيف اطبق؟ يبقى انا اقيم الصلاه، قريت الكلام دوت، يبقى اجي اقول الله ازاي نصلي، يبقى اتي لمن نثق في ديني وعلمي يعني اريني كيف اطبق. الركوع بيكون ازاي؟ طب السجود بيكون ازاي؟ يبقى التفعيل العملي والتمثيل العملي. وإلا ما الذي دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه ان ياتي بذلك الوضوء بهذا الماء لكي يريهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يبقى لأنه ده المقصود. يبقى المقصود أنا بتعلم الوضوء عشان أفعل هذا الأمر. يبقى أي معلومة نتعلمها لازم أعرف أفعلها إزاي، لأن الغرض منها التفعيل. يبقى أنا درست كده في كتب الفقهية، يبقى الصلاة قلنا في الصلاة كده في شروط الصلاة، وبعدين في الأركان الواجبات السنة القولية الفعلية. طب أنت بتدرس ليه السنة القولية الفعلية؟ عشان أفعل الكلام ده فوق حياتي. فإحنا لو قلنا ما هي السنة القولية الفعلية في الصلاة يبقى ممكن الإنسان يجيب عليها إجابة وافية تماما، لم ينسى سنة واحدة منها. ولكن لو رأينا فعله هل أنت بتفعل الكلام ده ولا لا؟ يبقى فرق ما بين الدراسة والتفعيل. إحنا عايزين بندرس عشان نفعل، يبقى أنا بندرس ده عشان أقف على التصور الصحيح ثم أفعل. يبقى ده لازم يكون منهج الإنسان في حياته، ولك الإنسان في التعامل مع ما نتعلم من دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الكتاب أو السنة. يكونش غرضي أن أنا أحفظ القرآن وبالتالي لا أعمل من خلال القرآن. طب لماذا تحفظ القرآن؟ يبقى لماذا نحفظ القرآن؟ هل حفظ القرآن لحفظ القرآن؟ هل القرآن ده نزل من أجل إحنا نحفظه فقط؟ لا، ده إحنا بنحفظ القرآن وبنفهم القرآن وبنفعل القرآن، لأن الغرض الأول هو التفعيل، يعني التفعيل لكلام الرب سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كيف تعلموا القرآن. يبقى كيف وصل الصحابة لهذه المكانة؟ نشوف بقى الطريقة اللي تعلموا بها. كيف تعلمت الصحابة رضي الله عنهم؟ يبقى كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، ويتعلمون ما فيها، ثم يعملون بما تعلموا، يعملون يطبقون الكلام، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده منهجهم، منهج الصحابة، ده منهج الصحابة. الصحابة كانت عندهم قوة حافظة تماما يعني معلوم، ولكن كيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ منهج معين احنا نتعامل من خلاله مع القرآن. مش حظي من القرآن هو ان انا احفظ كلمات كده، يعني كلمات لا معنى لها ولا رصيد لها في واقع التطبيق. لا، ده احنا بنتعلم بنقرا، ده المنهج اللي انا لازم اطبقه. يبقى لما اقول لك القرآن ده المنهج العملي اللي انت تطبقه، واللي هيشكل عليك هنجد تفسيره تماما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي أتى هنا يعني على سبيل الإجمال هنجد تفاصيله إما في يعني مقطع آخر، وإما أن احنا هنجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة جت تفسر لنا ما في كتاب الله تبارك وتعالى وترينا كيف نطبق، كيف نطبق. يبقى ده الكتاب العملي التطبيقي. يبقى المنهج التطبيقي بتاعي هيتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المطلوب. وإلا أن أنا ممكن أحفظ البخاري ومسلم وأحفظ القرآن، لكن لا أثر لهذه المعلومات على يعني سلوكيات هذا الإنسان. يبقى حفظ الكلام لكن كلام نزعت منه المعرفة، وبالتالي نزع منه التطبيق. فالمفترض أن احنا نطبق، مفترض أن أطبق. يبقى همي كله أن أنا أتعلم مسألة ثم أطبق. فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي وإن له كاتبون. يبقى المطلوب أن احنا نعمل أعمال صالحة، ولكن أنطلق إليها من خلال هذه الركيزة الإيمان. فلا كفران للسعي واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله عز وجل لا يضيع أجر المصلحين.
ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين. يبقى هذا ربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على فعله ولا تضيع لحسنات ذلك الإنسان، بل يضعف له ربنا سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة، وإن له كاتبون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بحفظ أعمال العباد ويكتبون كل ما بدر وصدر من ذلك العبد حتى يجازى بها عند ربه سبحانه وتعالى، وكذلك كل ما يفعل ذلك العبد مكتوب في اللوح المحفوظ. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهذه القرى التي كتب الله عز وجل عليها الدمار والهلاك لما كفرت بربها وكذبت الرسل وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فعلى ذلك لا سبيل لهم أن يرجعوا مرة ثانية إلى الدنيا. فالدنيا هي يعني بيعيش فيها الإنسان لفترة واحدة ولا استئناف للحياة الدنيوية بعد ذلك، وبالتالي حتى لو تمنى الإنسان الرجوع بعدما عاين ما كان يكذبه فعند ذلك لا رجوع، حتى جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، يعني على ذلك أنهم إليها لا يرجعون. فلذلك أنهم لا يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون. لكن آيات فاتت طبعا الفرصة، كنا في حال العافية والسعة، لكن هو أساسا يعني تلاعب بوقت تلاعب به الشياطين وانشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، فعندما يعاين يبقى هذه الحقائق يتمنى عند ذلك الرجوع. ولكن طبعا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، وأنذروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يبقى هذه القرى التي كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك لأنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وانشغلوا بالدنيا وطلبوا الدنيا عن الآخرة، فعلى ذلك لا يرجعون مرة ثانية إلى الدنيا بعدما يعينون، فيتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا في مطر. ولكن هيات ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة لكتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.